تتكلم على حاجة زي كده؟ أمر العصر الهستيري اللي احنا عايشين فيه، قطة تقع من الشباك في نيويورك وتتكسر رجلها، يقف المرور والبوليس يبلغ جمعية الرفق بالحيوان وتيجي عربية إسعاف ويشيل القطة لمستشفى القطط ويعمل لها عملية جراحية وتكبيس، وصاحبة القطة عمالة تعيط بره والناس تعيط ويكتبوا في الجرايد. وبعدين نفس الناس دول هم اللي يرموا قنبلة ذرية على هيروشيما تموت 7 مليون بني آدم. نفس الناس الحنينين قوي دول مش هاين عليهم القطة، وعملوا كل اللي هم نفس الناس دول اللي بيرموا قنبلة على هيروشيما يقتلهم ويموتهم 7 مليون بني آدم في لحظة. ونفس الناس دول هم اللي بيساعدوا إسرائيل في لحظة على إقامة دولة وشردوا شعب بحاله. لكن حنينين قوي، قطة قطوطة رجله اتكسرت. دكتور مصطفى محمود، الحقيقة ما كانش حضر لما سجل اللقاء ده أو الحلقة دي، ما كانش حضر حرب العراق، ما حضرش الأمريكان وبول برايمر شرد قد إيه في العراق. الدكتور مصطفى محمود ما حضرش براميل البارود اللي رماها بشار الأسد على أطفال سوريا. الدكتور مصطفى محمود ما حضرش وبيسجل الحلقة دي، ما حضرش السعودية والإمارات عملوا إيه في أطفال إيران، أطفال اليمن. الدكتور مصطفى محمود ما قالش أو ما حضرش في الوقت ده الإمارات والسعودية دفعوا أكتر من 50-60 مليار دولار عشان السيسي يقتل المصريين بزعم مقاومة الإرهاب. الدكتور مصطفى محمود وبيسجل الحلقة دي ما حضرش، أو لو كان حضر ما عرفش كان هيقول إيه، إزاي إن محمد بن سلمان بيبعت خيرة رجاله عشان يقتلوا جمال خاشقجي وينشروه ويدوبوا جثته ما يبقاش له أثر. مش الغرب بس يا دكتور مصطفى محمود هو اللي منافق، العرب والمسلمين ايضا منافقين. محمد بن سلمان اتربى جنب الكعبه، 19 كلب سعودي دول اتربوا جنب الكعبه واقل واحد فيهم حج 40 مره 4 مرات، لكن لما راحوا يقطعوا الراجل قطعوه بمنتهى الهدوء وبنفس رضيه جدا. ضباط الشرطه عندنا اللي بيقتلوا الناس بعضهم يعني بيروح يحج عادي جدا عادي جدا. مش الغرب بس يا دكتور مصطفى محمود والمنافق، احنا منافقين، العرب والمسلمين اكتر نفاق من الغرب. ما نلومش الغرب على انه بيهتم بقطة او بحيوان بينما هو عادي جدا بيقتل بني ادمين. جدهم نابليون عمل نفس القصة، نابليون اللي طلع من فرنسا الاخاء والمساواة والحرية وده شعاره، هو نفسه اللي قتل الفلاحين البسطاء في اسبانيا وحطهم صفوف واطلق عليهم الرصاص زي ما رسمها الرسام اللي عرضناها من كام يوم او من كام اسبوع هنا. هو نفسه نابليون بتاع الحريه، هو اللي قتل الاسبان، هو اللي قتل المصريين هنا لما جاء، او قصدي في مصر يعني. عادي جدا، ما تلومش الغرب، انما لوم اللي بيدعي انه حامل للقران، لوم مشايخنا، لوم كتابنا ومفكرينا، لوم فلاسفتنا اللي هم قاعدين دلوقتي ينظروا ان السيسي ازاي انه جاي منحة من السماء. لوم المسيحيين اللي عندنا اللي شايفين ان السيسي ده ربنا بعته وانه رسول الانسانية بعد المسيح. لوم دول قبل ما نلوم الغرب على نفاقه، لوم اللي عندنا احنا. بس في الوقت ده ما كانتش فضايحنا بانت قوي كده.